جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين. مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في الحياة. النهاردة هنعيش معنا ثقافة الشعوب العربية وما الذي يدور في الأمة العربية وما هو واقع الأمة العربية وما الذي ينبغي أن نعيشه في هذه الثقافة التي ربما لا يعلمها الكثيرون. كيف تكون ثقافة الشعوب العربية وما هي مميزاتها وما هي الأحداث التي تمر بمجتمعنا العربي من كل تفاعلات اجتماعية وثقافية. يكون معنا في ضيوف هذه الحلقة نماذج مشرفة، يكون معنا نموذج يمثل القبائل العربية التي ربما ينحني الفرد أمامها. يكون معنا الدكتور فايز بن راشد العلي ضيفا لهذه الحلقة لأنه رجل يعتبر نموذجا صالحا في سلالة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيبقى معنا ضيف آخر وهو الشريف محمد ربيع عيد البرديني من المملكة الأردنية الهاشمية. هنروح لفاصل ونستقبل هؤلاء الذين يمثلون الثقافة والفكر والمثل، لنلقي الضوء على هؤلاء الذين يمثلون النموذج الصالح في هذا المجتمع العربي الذي تكون رحلته من هنا من أرض الكنانة مصر، الذي جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين. نلتقي بعد الفاصل مع هؤلاء النخبة الذين سيشرحوا لنا كيف تكون الثقافة العربية وكيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون التواصل المجتمعي الدائم للحركة الفكرية في الوطن العربي. انتظرونا بعد الفاصل في كلام في الحياة حتى نضيف لمسة جديدة في كلام في الحياة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية ليكون ضيوفنا اليوم الذين يشرفون في الاستوديو الدكتور فايز بن راشد العلي، هذا الشريف الذي يمثل المملكة العربية السعودية أو المملكة السعودية العربية، هذه الدولة التي تمتاز بجناحها لأنها فخر للأمة العربية، ومن هنا كانت الرسالة ومن هنا كانت دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلا بك معالي الدكتور فايز بن راشد العلي. يا مرحبا يا مسلم. الله يعزك حدك الله. يا مرحبا. ومعنا الشريف محمد ربيع عيد البرديني، اهلا بك وسهلا في بلدك الثاني مصر. اهلا وسهلا فيك استاذ فضيل. ومعنا اصغر شريف الشريف عاصم محمد ربيع عيد البرديني، اهلا بك. اهلا بك سيدي. ابدا السؤال واطرح السؤال من هنا حيث اصل النبوة من المملكة العربية السعودية. اهلا بك يا دكتور. يا مرحبا. كيف تكون الثقافة العربية من وجهة نظر الشريف محمد الشريف فايز بن راشد العلي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن كرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، الدين الإسلامي العريق، وكرمنا نحن المملكة العربية السعودية بأننا بلاد الحرمين الشريفين، وهذه البلاد وهذا الدين لديه ثقافة عالمية، ثقافة دولية، ثقافة حضارية، ثقافة تراثية. نحن نتعلمنا بركة هذه البلاد وخير هذه البلاد وخير ما هي من مكانة عالية إسلامية، سوف نتعلم بداية الثقافة الإسلامية. ولا بد كل مسلم أن يسترعي أن هذه البلاد المقدسة فيها مهبط الوحي وفيها إنزال القرآن، فبداية الثقافة هي تعلم هذا القرآن وهذا الدين وسنة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتقل منك إلى سؤال يتضارب في أذكاري الشريف محمد ربيع البرديني، كيف يكون نشر الثقافة الفكرية أو الثقافة الإسلامية أو ثقافة الشعوب العربية من وجهة نظرك؟ إزاي ننشر الثقافة العربية وإحنا يعني مجتمع عربي مفتوح على العالم كله،
نرى ويرانا الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثقافة العربية موضوع واسع، موضوع كبير. الحقيقة أنه لازم نعيد النظر من البداية في تربية أطفالنا، من البداية، من ثقافة المعلم، معلم للطفل، وثقافة الأم، ثقافة الأم لطفلها، وثقافة الزوج، الزوج لأولاده وزوجته وبناته وأولاده، وثقافة المدير، مدير المدرسة إلى أستاذه، كيف يوجه أطفاله أو طلابه بالشكل الصحيح. ونبتدأ نقفز من عند مدير المدرسة فصاعدا لكل مسؤول في أي بلد عربي مسؤول عن تربية الأطفال في بلاده، فهو مسؤول أمام الله عن تربية الأطفال في بلاده، بداية من المعلم، من ثقافة الزوج، من ثقافة الزوجة، من ثقافة المدير، ثقافة مجتمع بأسره، حتى تنشئ جيل صاعد صحيح سليم، ذو فطرة سديدة، ذو إسلام قوي، إسلام متين. ويحث كل مسؤول في هذا البلد أو في أي بلد عربي إسلامي، يحث المسؤولين عن ثقافة أبنائهم بالاحتفاظ بالدين الإسلامي والاحتفاظ بالسنة النبوية، لأنها منارة لكل طفل، لكل إنسان كبير كان أو صغير، للأمة العربية الإسلامية. فالثقافة ثقافات، مش ثقافة واحدة، مش ثقافة أكيد إسلام أكيد. ثقافة دين، ثقافة أخلاق، ثقافة مبادئ أكيد. ثقافة قيم، ثقافة نظافة يا أستاذ فضيل، ثقافة أنه أحافظ على حقوقي وحقوق الآخرين. عندما أحافظ على حقوق الآخرين فأنا الآن أمتاز في دين محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أسمع من الشريف عاصم البرديني، أنت بتتعلم من باباك إيه؟ بتتعلم من بابا إيه؟ يعني إيه الخطوة اللي أنت تعلمتها وبتحب تشوفها فكريا؟ أنا بتعلم من أبوي أنه يكون معروف، يكون محترم، يكون معروف بين الناس، بين الشعب المصري والشعب الأردني. أكيد طبعا. من هنا دكتور فايز، هل الثقافة الفكرية أو ثقافة تربية الطفل تمثل نبضا في الثقافة الفكرية بالمملكة العربية؟ هستأذن حضرتك، معنا الآن الشريف الإدريسي وهو سليل بيت النبوة، هذا البيت النبوي الذي يجل فخرا لأننا في حب آل البيت ذوبنا الهوى والناس تحسدنا على هذا الجوى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والبركات، سليل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله بكل فضل، وصلنا وإياكم برضاه دائما أبدا يا سيدي. اللهم آمين يا رب. رسالة توصلها إلى العالم بالفكر الثقافي المختلف نبضة من جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوحد صفوف الأمة ويجمعنا على كلمة سواء تربط القلوب قبل العقول وتهيئها لفضل الله دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير حيث مكان، ويؤهلنا وإياكم لمرضاته دائما أبدا. سيادة الشريف، رسالة حب وسلام إلى العالم العربي وإلى منطوق الثقافة العربية توصلها إلى محبي سيد الخلق سيدنا محمد. الله عليكم. ما أعظم ما جعله الله سبحانه وتعالى رباط لهذه الأمة أن وحدهم على كلمة لا إله إلا الله، جعلهم في رباطه صلى الله عليه وسلم في معية سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت دعوة هذا الدين ورباطه
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها دعوة لتوحيد القلوب والاتصال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله لسمو أخلاق هذه الأمة واقترابها من موائد فضل الله الذي جعلها الله سبحانه وتعالى في بيانه مدراسا لهذه الأمة إذا ما سارت عليها كانت في مرضات الله وكانت حيث مراد الله بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تجتمع الأمة على كلمة سواء اللهم آمين ترضي بها اللهم آمين وترضي ربها وتفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله على آله وصحبه وسلم. سيادة الشريف معنا الشريف فايز بن راشد العلي من المملكة العربية السعودية يريد أن يوجه إليك تحية وإجلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي الشريف. أتمنى أسأل الله الكريم العظيم أن يمد بعمرك وينفع بعلمك وأن يزيدك من البر والتقوى والصلاح وأن يجعلك عونا لنا والإخوان المسلمون في كل مكان. أسعدني سماع صوتك يا معالي الشريف، ونحن بالمملكة العربية السعودية نحب ونحترم أخواننا سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ربوع رحمة الله وهذه إحابات رضوان الله على خلقه، ما جعل الله فيها بيته الحرام ومصرى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله فيها رياض جنته. نعم، يعني المملكة العربية هي حضن الأمة الذي يملأها دفء الإيمان. حفظك الله. معلش معلش فضيلة الإمام الشيخ الإدريسي سليل بيت النبوة، ومعنا برضو في الحلقة الشريف محمد ربيع البرديني من الأردن المملكة الأردنية الهاشمية يريد أن يضع لك تحية وسلام. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيادة الشريف؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. كل خير. الله يديم عليكم الفضل والرضا. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك شيخ، إن شاء الله الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله. يأمننا عليكم دائما أبدا، يبلغنا وإياكم رضاه. جعلك الله منارة لسادة الأشراف في الوطن العربي يا شيخ الإدريسي. الله يبارك لكم ويديمكم بفضل وينير بكم ويجمعنا وإياكم في رباطه دائما أبدا. اللهم آمين. الله يجزيك الخير إن شاء الله. جزاك الله خيرا. إن شاء الله نلقاك قريبا إن شاء الله يا شيخ. نلقاكم على كل خير ونسعد بكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا عن محبيها سيادة معالي الشريف سليل بيت رسول الله. أتقدم أنا وأسرة برنامج كلام في الحياة كل التحية بكل الحب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أضاءوا الدنيا كلها بنورهم، لأننا في حبهم نزداد تمسكا بديننا ووطنيتنا وإسلامنا. وإياكم وزادكم فضلا وجمعنا وإياكم على الخير. اللهم كما جمعتنا متحدثين اجمعنا في الدنيا متقابلين، واجمعنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين على سرر المتقابلين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين بجاه المصطفى. أشكرك معالي الشريف، أشكرك شكرا جزيلا. أرجع إلى الشيخ فايز بن راشد العلي لأنه يمثل نبض، لأننا النهاردة دخلنا الحلقة متأخرين، فإحنا يعني عايزين نوجز بفكرنا وثقافتنا ما الذي يدور في عقلية الطفل السعودي تربيته إسلاميا واجتماعيا حتى يحقق نموذجا صالحا في المملكة. الحمد لله أن المملكة العربية السعودية مناهجها مناهج سليمة ومؤسسة تأسيس جميل جدا. تمتاز المملكة العربية السعودية بأنها تعلم العقيدة وأصول الدين وأقسام التوحيد، وتربي الطفل
أو الطالب على تعلم العلم الشرعي وتعلم السنة النبوية الصحيحة وحب ولاة الأمور وطاعتهم في الله سبحانه وتعالى. احنا شايفين قدامنا على الشاشة سلسلتك أنك تنتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا هو الشيخ فايز بن راشد العلي يمثل النموذج أو عضو مجلس نقابة الأشراف. هذا الرجل سليل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض من قليل الكرنيه. فخرا أنك من آل بيت رسول الله. أنا بس عايز ماذا يمثل شعورك أنك تنتمي إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا إحقاقا للحق. أنا من قديم كنت دائما بعدما ظهرت ثورة التحليلات DEN بادرت بالتحليل أنا لكي أتضح بعض الأمور. كل إنسان يريد أن يعرف أقربائه يصلهم صلة رحامه ويقوي معرفته بالآخرين. فبفضل من الله سبحانه وتعالى بعدما عملت هذا التحليل انتظرت النتيجة. بعدما ظهرت لي النتيجة اتضح لي بالتحليل أنني أنتمي إلى سلالة كذا كذا كذا. فلا أخفيك الحقيقة أنا تكتمت عن بعض الأمر وانشغلت بعض حسب عملي وانشغالي عن زيادة البحث وكذا، واكتفيت أنني علمت أنني من سلالة النبي وآله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشرف الكبير اللي جعلني أبادر بزيادة معرفة النسب والصهر وكذا التقيت بمعالي الشريف محمد البورديني. فالحقيقة يعني لا أخفيك أنه أول ما تقابل معي وسألني عن أجدادي ومكان أجدادي ومكان إقامتي وأين ولدت أنا وأين ولدت أجدادي وأين قبيلتي وأين مكان ولدت أهلي. فالحقيقة أنا استغربت أنه يسأل عن أشياء قديمة قديمة قديم جدا. فاستمريت أني أجيب على الأسئلة الذي يجيبها. فقال لي أنا أثق بالله سبحانه وتعالى أنك من الأشراف وأن نسبك كذا وكذا وكذا حسب خبرته. وبفضل الله سبحانه وتعالى الحظ الجميل أني التقيت بأستاذ فاضل جميل لديه علم ولديه خبرة ولديه فقه ولديه يعلم بالحديث ويعلم بالأصول يعلم بالقبائل يعلم بالنسل يعلم بالنسب، وهو الأستاذ سيد فضيل. الله عزك الله عزك الله. حتى لا أطيل عليكم، كيف يكون التواصل القبلي بين آل جعفر وآل البرديني وهم قبيلتين مشهورتين في الوطن العربي بالعروبة والكرامة والكرم وكل ما ينبغي من صفات المسلمين؟ كيف يكون التواصل الاجتماعي وكيف تكون الحقبة أننا نجتمع على ثقافة واحدة وهي ثقافة التعارف ثقافة الأخلاق؟ أضع هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد البورديني. الله يجزيك الخير بارك الله فيك أستاذ فضيل. الأول شيء نعقب على كلام الدكتور سعادة الشيخ معالي الشريف فايز بن راشد العلي. اهلا وسهلا يا شيخ معالي الشريف. والله نورتنا يا سيدي نورتنا. الله ينور مقدارك. وهذا شرف عظيم انه احنا وانتم ننتسب الى آل البيت عليه افضل الصلاه والسلام. اما بالنسبه للاحساس والشعور كيف بنتمي، يعني شعور الانسان لما يعرف انه بنتمي الى آل البيت، فانا ارى في عيون الشيخ فايز انه الحب والعشق اللي منذوب فيه كلنا منذوب فيه العشق عشق رسول الله عليه الصلاة والسلام وعشقنا لآل البيت. فهذا شعور قليل ونادر ما تجده في معظم الدول العربية إلا من كان مثل أبو علي أبو سلامة. ما شاء الله ما شاء الله بتحس إنه اللهم صل على سيدنا محمد إذا سمع 5-6 مرات اللهم صل على سيدنا محمد متتالية تحسه وكأنه سيغمى عليه.
من حبه وعشقه في الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إذا ثالت دموع العاشقين تسيل. نعم صحيح. شريف عاصم، عندما الصفات التي اجتمعت عليك وأنت تعلم أنك من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلالة أهل البيت، حسيت بإيه كطفل كشاب طالع لها؟ أنا طبعا أفتخر أني من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله. أنا استغربت، ما توقعت أنه إحنا من سلالة الرسول، لأني أول مرة بعرف إشي اسمه من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت ما كنتش أعرف معلومات عن سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما كنت أعرف معلومات عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في له نسل وفي له، ما كنت يعني أعرف أنه إحنا. لما علمت وعرفت، نعم، حسيت بإيه؟ حسيت بشعور غريب جدا. هو هنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هيكلمنا عنها الشيخ فايز، وأنت في أرض الحجاز كما يقولون، وهي منبط الوحي ومهبط الوحي ومهبط الرسالة، ومن هنا كانت بداية الوحي، وفي مدينة النبي ظلت الرسالة دائمة وكأنها تنير إلى العالم كله أن المملكة العربية السعودية نبع الحضارة ونبع النبوة وميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع آل البيت فيها. ماذا، ما هي الرسالة التي تقدمها من خلال المنهج الذي يتمثل في أبحاثك العلمية، وأنت تمثل نبض للمواطن أو للشخصية الثقافية الفكرية في المملكة العربية السعودية؟ أولا لابد لكل مسلم أنه يفتخر بدينه ويتعلم أصول دينه وأن يحافظ على أركان الدين، ثم لابد له أن يعي أن بلاده هي 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 مقدسات، هي موطنة، ولابد له أن ينظر للجيل الحالي بأنه جيل تصرف به الغرب والأعداء بالقنوات والتواصل الاجتماعي وبالمحاضرات المزيفة وبالفتوات المدسوسة وبالانحرافات الفكرية والأقلية. لابد له أن يحافظ على بلاده وأن يسترعي حرمة بلاده وأن يتكاتف مع ولاة أموره، وأن يعلم أن البلاد لابد أن تقوم بالجيل القادم، ولابد أن يصلح الجيل لكي الجيل يتحمل مسؤولية، وأن يعي أن هذه مسؤولية عظيمة، وأن المسؤولية ليس أنه يتعلم علم فقط، المسؤولية الوطنية مسؤولية عظيمة، لابد أن يتحمل الأمانة وأن يسترعي الأمانة وأن يعلم أن هذه شيء عظيم، وأن الآن ولاة الأمور يسعون لإصلاح الأمة، يسعون للدفاع عن الأمة، يسعون لحماية هذا الدين. كما تعلمون أن لدينا أخطار وأعداء كثيرة، وولاة أمورنا يقفون بالمرصاد ويدافعون، ونحن لم نتحمل هم هذا البلاد وهم هذا الهم الدين. أكيد أكيد نضيع ونخسر. أكيد في الخسران المبين. أكيد. ودلوقتي معانا اتصال هاتفي من الرجل الذي يحبه الجميع ويعشقه الجميع، ابن القبيلة العربية العقيلات، فهم سلالة بيت رسول الله بني العباس، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معنا السيد حربي، أهلا وسهلا بك حربي أبو الوفا. أهلا بك وسهلا يا فندم. الله يعزك، الله يعزك بجاه جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك فيك. ازاي حضرتك؟ نحمد ربنا والله الحمد لله رب العالمين. أعزك الله وأجلك الله. الحق حربي من القامات الحقيقية التي تمثل محافظة أسوان، مركز كومومبو، قرية سبعة قبلي. أهلا وسهلا بك. فهو رمز للشرف والكرامة، ابن قبيلة عربية اسمها يداوي في الأوساط القبائلية العربية العقيلات. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا سيد، يا مرحبا. رسالة توصلها إلى العالم العربي، وإحنا في حضرة الشريفين الشيخ فايز بن راشد العلي
والشريف محمد ربيع عيد البرديني والشريف الصغير عاصم محمد البرديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بكم نورتونا. الله يكرمك. سيد سعيد بن راشد العلي. يا مرحبا وسهلا. محمد ربيع البرديني. الله يسلمك. الله يسلمك. ابن العصام محمد ربيع. الله يبارك. يا أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. بدولتكم الثانية جمهورية مصر العربية. الله يحييك. الله يحييك. أهل البيت يا أستاذ سيد تفاسير نوح. آه طبعا. من تعلق بها نجا ومن تخلف بها هلك. طبعا. من تركهم خسر في الدنيا والآخرة. أكيد طبعا. حب الرسول عليه الصلاة والسلام من حب آل الرسول، محبتهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا. لأنهم هم وزريتهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. فكلام لا أحد يراجع فيه طبعا. حب الرسول، حب الأولياء، حب الأشراف، حب الناس اللي هم آل البيت من حب الرسول. أنا بحب الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم، بحب آل البيت أكيد طبعا. وربنا يجمعنا ويجمعكم على التقوى والإيمان إن شاء الله. طيب رسالة عاوز حابب توصلها أخي الفاضل. ألو. رسالة للأخوة، للأخ وللدول العربية عامة وكدول عربية عامة، يعني اللي في ترابط بيننا وبين بعض أكيد متماسكين مثل العائلات والقبائل، العوائل والقبائل الموجودة في مصر أكيد على مستوى الصعيد. أكيد طبعا. احنا عاوزين الدول العربية كلها تبقى متماسكة بيد واحدة. أكيد. شكرا لك الشريف حربي أبو الوفا ابن القبيلة العريقة على عقيل على بني هاشم. شكرا لك ولكل أهل أسوان. شكرا لك الحاج حربي. أعود من حيث تكلم الحاج حربي، كيف يكون الرابط الإسلامي للتواصل حتى نكون أمة واحدة لشعب واحد وهي أمة القبائل العربية أو الأمة العربية؟ لا شك كما تعلمون أن الناس الآن سهل التواصل بينهم بجميع قنوات التواصل والزيارات، وسهل الله سبحانه وتعالى أن تكون جميع الطرق يسيرة. فنحن يجب على كل عاقل وكل مسلم أن يبحث عن أبناء عمومته، أن يبحث عن أقاربه، أن يصل رحمه، أن يفتخر بدينه، أن يفتخر بنسبه، أن يفتخر بولاة أموره. لا شك أن صلة ذو القربى لها منافع دينية ودنيوية أكيد وفوائد عظيمة. لابد الإنسان أن يكرس من وقته، لا ينشغل بأمور الدنيا وينسى ما هو حق عليه. أكيد طبعا. الضحية الأبناء، الضحية الأبناء، الضحية الأزواج أكيد، الضحية الأخوان والأخوات. أكيد. لابد لكل واحد أن يبحث. أكيد. أنا لي أهل بالأردن، لي أهل بمصر، لي أهل بالعراق أو بالشام أو أي دولة. لابد أن أسأل. الجنسية ليس هي حاجز بين كل إنسان يسأل عن قبيلته وعن أصله أو عن صهره أو عن جماعته. قنوات التواصل سهلة ويسيرة. أكيد أكيد. ثم لابد الإنسان أن يعترف بأقربائه، أن يسدي إليهم المعروف بالاتصال، وأن يتواصل معهم ولابد أن يجتمع معهم، أن يجعل وقت من أوقات حياته أنه يسأل عن أهله وأن يصلهم. ولا أخفي أن الدول الآن انشغلت واشتارت بالأسماء، اختلفت الأسماء، فأصبحوا الناس يتخبطون، ينتسبون إلى قبيلة وينتسبون إلى كذا مجرد منتهاء الاسم.
لكن الأسماء لا تفرق النسب ولا تفرق القبائل ولا تفرق ولا تقطع الرحم. أكيد لا بد الإنسان أن يبحث عن ذلك وأن يتواصل وأن يترك عنه العنصرية وأن يترك عنه وأن ينبذ أمور الجاهلية، ولا بد له أن يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى وبولاة أموره وبأقربائه. وأسأل الله الكريم العظيم أن يجمعنا على التقوى وعلى البر وعلى الصلاح. أكيد. أنتقل منك حتى يسارع لنا الوقت، لأن احنا دخلنا الحلقة متأخر للأسف الشديد. فكلمة موجزة سريعة معالي الشريف محمد البورديني، مدى تواصل العروبة أو الوطن العربي، أو كيف يكون أن نترابط كأمة واحدة كشعب واحد؟ يعني أنا لما بقول الشيخ أو الدكتور فايز بيقول لا تختلف القبائل أو لا تختلف الأمومة عن أننا أمة واحدة، وكأننا نقول في مطلعها أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني، لنا ماض نمجده وتاريخ لشجعاني. كيف يكون هذا الانصهار الدولي القائم للقبائل العربية والوطن العربي عموما في عجالة؟ الله يجزيك الخير، بارك الله فيك أستاذ الفضيل. بالنسبة للقبائل العربية والتلاحم العربي الإسلامي، هو ما قبل التقسيم، الآن كنا وحدة واحدة، الوطن العربي وحدة واحدة، الأمة العربية وحدة واحدة، فبعد ذلك أصبحت الخطوط هي التي تقسم بينهم، ولكن هم موجودين من الأصل، هم وحدة واحدة متماسكة، أمة عربية إسلامية، وستبقى بعون الله أمة عربية إسلامية متماسكة. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك. أنا معايا دقيقة ونص يعني في عجالة 30 ثانية رسالة تبعث بها إلى جميع الوطن العربي، ماذا يقول الشريف فايز بن راشد علي الراشد آل جعفر للأمة العربية، وكأنه يرسل في طي رسالة في طيها رسالة. هديك 30 ثانية. أولا لابد لكل فرد من أفراد هذه الأمة أن يعتز بدينه ويفتخر بنسبه، وأن يكون صفا واحدا مع ولاة أموره. ولابد أن نعي أن هذه جمهورية مصر العريقة إنما هي جدار الأمة، وأن من يرأس هذه البلاد فهو يتحمل مسؤولية، لابد أن نسانده. ولابد لنا أن نعلم أن المملكة العربية السعودية وولاة أمورها يسعون للدفاع عن الأمة، يسعون للدفاع عن الدين، يحمون المقدسات، يبذلون الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وللزائرين. ولابد لنا أن نكاتف هؤلاء الرجال جنود البواسل، لابد لنا أن ندافع وأن ندفع عن ديننا وعن ولاة أمورنا، لابد أن نعي أننا نحن نتحمل مسؤولية، مسؤولة الدين، مسؤولة العزة، مسؤولة الإيمان، مسؤولة الكرامة. ولابد لكل عاقل أن يسترعي أن هذه البلدين إنما الله سبحانه وتعالى جعل مكة، جعل المملكة العربية السعودية عمود الإسلام، وجعل جمهورية مصر العريقة جدار الأمة. 30 ثانية لأنه الإعداد أو الإخراج بيقولوا لي يلا خلص، فرسالة 30 ثانية معالي الشريف، أقل من 30 ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في 30 ثانية هذول ما في نصيحة، هو شكر لقناة الصحة والجمال، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم صحة وجمالا لكي يزدادوا صحة وجمالا. وأنا بشكر حضور معالي الشريف فايز بن راشد العلي، جيته من الطيارة مباشر. على فكرة احنا بنقدم الشكر إلى 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 الإعداد الكامل في هذه الحلقة، بس حقول تحية شكر بس بعد ما أسمع 5 ثواني من الشريف عاصم ماذا تقول في رسالة سريعة عن مصر. أهل مصر، أقول أنه أهل مصر كريمين جدا، كريمين و طيبين وحلوين. أشكرك. وأنا من هنا من منبري برنامج كلام في الحياة أشكر الرائع الذي دائما يكون في كلام في الحياة صاحب البسمة الأولى وراء الكاميرا، الأستاذ ناصر الشهد. هذا البطل الذي يكون دائما وراء الكاميرات في الإعداد وفي إعداد كل حلقة على أن تليق بكل مشاهد عربي
في برنامج كلام في الحياة. أشكركم وانتظروني إن شاء الله في الأسبوع القادم في كلام في الحياة، وأقول تعظيم سلام لنناوي الخير لمصر، تعظيم سلام للأمة العربية، وكأننا نقول في طياتها: أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني، لنا ماض نمجده وتاريخ لشجعاني. أشكركم وعلى أمل في الحلقة القادمة مع برنامج كلام في الحياة. سيد فضيل.